فيما أطلق عليها بأم المظاهرات التي كانت قبل نحو 5 أيام في تل أبيب، والتي شارك فيها عشرات الآلاف من العرب ومن القوى اليسارية اليهودية مطالبة بالمساواة وإسقاط قانون القومية. دار جدل واسع حول رفع العلم الفلسطيني، وهنالك من يقول بأنه ليس جدلا واسعا، هنالك التفاف واتفاق حول رفع العلم، ولكن بعض الأصوات رأت بأن رفع العلم قد يضر بالمطلب، والبعض الآخر قال كلا، ومن لا يريد تفهم علمنا الوطني لا نريد منه تضامنا، في إشارة إلى بعض الجهات المعدودة على اليسار الإسرائيلي. مقال للكاتب الصحفي سليمان برشيد يتحدث عن هذا الموضوع، نتابع. العلم الفلسطيني والدولة والهوية، مقال للصحفي سليمان برشيد. في حين سارع البعض إلى المطالبة باستثمار مظاهرة تل أبيب لتحقيق حلمه بتشكيل جبهة يهودية عربية مشتركة، كانت محاولات البعض الآخر التنصل من رفع العلم الفلسطيني في المظاهرة مضحكة مبكية، تميزت بالخجل والارتباك عوضا عن التصدي بحزم للحملة التحريضية التي استهدفت رمزنا الوطني كجزء من نزع مكونات هويتنا القومية وعلى رأسها اللغة والأرض والتاريخ، والتي يسعى أصلا قانون القومية العرقي إلى الحط من قدرها. لقد وصلت فذلكات البعض الاعتذارية حتى تشبيه المجموعة التي رفعت الأعلام الفلسطينية بشلة مشاغبة في لعبة كرة القدم تهتف ضد حكم المباراة في وقت تعج المدرجات بالتصفيق للهدف الذي أحرزه ميسي. لقد لاموا الإعلام الإسرائيلي لأنه أهمل ميسي وركز على أعلام فلسطين عوضا عن التأكيد وبجرأة أن تلك أعلام منتخبنا الوطني. لهذا بالضبط نرفع العلم الفلسطيني، هذا هو الجواب الذي كان يجب أن يواجه به ادعاء نتنياهو التضليلي والتحريضي على العلم والهوية الفلسطينية. وكلما مضيتم في محاولات المس بتلك الهوية والحط من قدر مكوناتها، سنزداد بها تمسكا واعتزازا، وتزداد رموزها وعلى رأسها العلم الفلسطيني في الساحات شموخا. هذا هو رد الفعل الطبيعي لمحاولات التهميش والإقصاء وفرض الهوية الفوقية من قبل أي جماعة قومية تحترم كينونتها. وقد عبر عن ذلك المؤرخ التقدمي دكتور شلومي زاند بدقة في مقال نشرته هآرتس قبل أيام، عندما أشار إلى الفرق بين الديمقراطية الليبرالية التي طورت منظومات تضامن مركبة قادرة على استقطاب جميع المواطنين حتى من كانوا من أصول مختلفة وثقافات متباينة، وبينما وصفها بالدولة القومية الإثنوقراطية والتي سادت في شرق أوروبا من بولندا وحتى هنغاريا وكرواتيا وألمانيا في فترة متأخرة، وتبنت هويات فوقية قامت بإخراج الأقليات من المبدأ الديمقراطي الساعي إلى إيجاد مقام هوياتي مشترك. ومن غير المستغرب كما يقول زاند أن تجد الصهيونية تربة خصبة لنشوئها في تلك الدول بالذات وليس في دول الغرب الأوروبي التي سادت فيها الديمقراطيات الليبرالية، وأن تحافظ الصهيونية على تلك التشوهات المرتبطة بولادتها وتحاول إبرازها كما يحدث مؤخرا. فالصهيونية التي نشأت في بيئة القوميات الإثنوقراطية تسعى مؤخرا لتعزيز يهودية دولتها الإثنوقراطية التي بنتها منذ عام 1948 عن طريق منح المزيد من الامتيازات لهوية العرق السيد والحط من هوية من حولتهم إلى أقلية بعد أن أقامت دولتهم على خرائب شعبهم، وذلك في طريقها إلى بسط سيادتها على كامل أرجاء الوطن الفلسطيني. لقد رفضت إسرائيل أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين خارج الخط الأخضر، ورفضت طرح دولة كل مواطنيها الذي صاغه الدكتور عزمي بشارة ورفعه التجمع الوطني الديمقراطي وتبنته جماهيرنا لتسوية أوضاع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، رغم أنه شعار ديمقراطي ليبرالي يحيد هوية الدولة ويركز على بناء الدولة المدنية التي توفر المساواة لجميع المواطنين. ولا شك في أن المتتبع لتطورات السياسة يعرف جيدا أن قانون القومية العنصري جاء ردا على شعار دولة المواطنين، وبعد فشل تحقيق المطلب الإسرائيلي بالاعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية، ولم يكتف القانون العنصري المذكور بإعادة إقحام الهويات إلى ملعب المواطنة المدني، بل تعمد تفضيل هوية على أخرى،
هوية المستعمر الكولونيالي الأبيض على هوية أبناء البلد الأصليين، معتمداً بذلك نظرية العرق البغيضة، وواضعاً الأساس القانوني لنظام فصل عنصري أبارتهايد. من الطبيعي أن تقابل إهانة هوية الفلسطينيين من خلال الحط من لغتهم وثقافتهم ورموزهم بتعزيز هذه الهوية وتلك الرموز. لذلك من غير المستغرب أن تحل أعلام فلسطين محل شعار دولة كل مواطنيها، لأن الند بالند يقابل، وإقحام الهويات إلى ساحة المواطنة، خاصة وأنها تأتي في نطاق سياسة الضم الزاحف لمناطق في الضفة المحتلة، لابد أن يستبدل شعار دولة المواطنين بالدولة ثنائية القومية من البحر إلى النهر كما يريدون. لا عودة إلى صيغة دولة يهودية ديمقراطية بعد أن حسم قانون القومية العنصري التناقض القائم بين طرفي معادلتها لصالح نظام الأبارتهايد، ولا مجال حيويا بعد لشعار دولة المواطنين بعد إسقاط حل الدولتين، لأن الدولة تسعى إلى ضم عشرات أو ربما مئات الآلاف من مناطق جيم في الضفة الغربية أو جميعها دون أن تمنحهم المواطنة، وهو ما يخلق واقعا سياسيا ثنائي القومية في كامل فلسطين التاريخية. إذن هذا المقال لسليمان برشيد يدافع به بشكل واضح عن رفع العلم الفلسطيني في كل مكان باعتباره علمنا القومي، وهو يلخص القضية وأصلا مشكلتنا بالأساس مع الدولة الإسرائيلية والاحتلال، وسبب سن قانون القومية هو وجود العرب الفلسطينيين، وهو القضية المركزية بأنه بالأول كانت فلسطين. حول هذا الموضوع تحدث أيضا أمس سيد الرئيس محمود عباس في افتتاح اللجنة المركزية في الذي عقد في رام الله، كما تحدث عن صفقة القرن وتحدث أيضا عن المصالحة الوطنية الفلسطينية. نشاهد هذا المقطع القصير من خطاب السيد الرئيس أمس الذي تحدث فيه عن هذان الأمران. قبل أن أبدأ كلمتي أقول للأخ محمد بركة، نحن نلبي نداءك، ونداءك هو نداءنا، وما يحصل وما حصل في إسرائيل يمسنا جميعا، بل يمس كل حر في العالم، لأن العالم نسي الأبارتايد الذي قامت به جنوب أفريقيا وقبلها الولايات المتحدة، لكن عاد ليتذكر بشكل واضح ما تقوم به إسرائيل الآن، وهي كانت تقوم به من البداية، لكنه بهذا الشكل الواضح لا يحتمل إطلاقا، ولذلك ستكون يدنا واحدة موحدة ضد هذا القانون العنصري الفاشل. سنستعرض في هذه الدورة أيضا جهود المصالحة، جهود المصالحة. هنحكي بشوية صراحة، التي تقودها مصر مشكورة، لا شك أن مصر تبذل جهود، ولكن من حيث المبدأ بقولكم النوايا غير موجودة لدى حماس من أجل المصالحة. هناك من يعتبر أن القضية الآن هي قضية إنسانية فقط، علينا أن نساعد الناس هناك إنسانيا وبس، كفاية، كأنه معاناة الشعب الفلسطيني في غزة نشأت اليوم. لا، نشأت منذ كان هناك الاحتلال والحصار الإسرائيلي. مش معنى هلأ صحيت أمريكا بكل إنسانيتها ومشاعرها الرقيقة لحماية أهلنا هناك ودعمهم؟ والله كذبين. نحن لن نقبل إلا مصالحة كاملة كما اتفقنا في 2017، وسنتحدث عن هذا لاحقا.
إذن أمريكا كاذبة بأنها فجأة أصبحت لديها مشاعر رقيقة وتعاطف مع الفلسطينيين في غزة، وهي أم المشاكل وهي الداعم الأول للاحتلال، ولن تقبل مصالحة فلسطينية إلا كاملة بكافة الرزمة التي تم الاتفاق عليها في العام 2017.